أنا معكم أختي سلامة ربي يسهلوكم. اليوم بدي أسألكم سؤال، ليش بيسموا قديسة ريتا قديسة الأمور المستحيلة شفيعة الأمور المستحيلة؟ طبعا كتار عندكم كتار منكم عندهم جواب، إنما هو مش مشان أمر واحد القديسة ريتا سموها شفيعة الأمور المستحيلة. عدة أمور صارت بحياة القديسة ريتا حتى صار اسمها شفيعة الأمور المستحيلة. القديسة ريتا طبعا كلنا بنعرف إنه كانت متجوزة ورجعت صارت أرملة، قررت إنه تفوت على الدير. الدير تكون راهبة، رفضوها، صارت تصلي وتصلي وتصلي صلاة القديسة ريتا الكتير قوية. بيظهر عليها يوم من الأيام شفعاء القديسين اللي كانت تحبهم كتير، طبعا هي بتحب كل القديسين بس اللي كان ياخدوا شفعاء لها حنا المعمدان والقديس الأولى والقديس أغسطينوس، وبياخدوها وبقدرة إلهية بيتمشوا هن وياها عم يحكوا معها رح تصير راهبة، بتطلع بيختفوا من حواليها وبتصير هي قلب باحة الدير والابواب مسكرة. بتصلي بتخفى القديسة ريتا هي وعم بتصلي، بتفيق الرهبات اللي المفروض يكون دورهم انه يفيقوا صباحا حتى يوعوا اخوتهم او يعملوا الترويقة، بيشوفوا القديسة ريتا نايمة بباحة الدير. امر غريب، صاروا يعيطوا لبعضهم، عيطوا لأمن الرئيسة، أمن الرئيسة أم صوفي. بتجي أمن الرئيسة بتقول في أمر غريب صار، أنا المفاتيح معي، كيف فاتت ريتا على قلب الدير؟ تحكي لهم قديسة ريتا شو صار. راهبة الرئيسة رغم هيدا الأمر بتصير بدها تختبر القديسة ريتا قلب الدير، بدها تختبر طاعتها. اللي بتعمله الرئيسة بتقلها ليكي بتصيري راهبة مزبوط، بدك تسقي هيدا العود اليابس، بدك تكوني على طول بأمر الطاعة، هيك الراهبة لازم تكون تطيع، هيك الراهب لازم يكون أمر الطاعة. القديسة ريتا ما انقهرت وقالت لها ما هيدا عود يابس يا أم الرئيسة، شو هيدا شو هالعذاب، وين الضمير وين الإنسانية وين الإيمان عم تقولي حتى أسقي عود يابس؟ القديسة ريتا بكل إيمان بتسقي هالعود اليابس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لفترة مش هينة. بعدها كل الرهبات ومن الرئيس بيشوفوا انه هيدا العود زهر، هيدا العود زهر، وهيدا كان امر مستحيل، وكان امر مستحيل انه تفوت على الدير. هلا اخوتنا كلهم اللي بيخبروا عن دي سيرة شفيعة الامور المستحيلة بياخدوا هيدي الاعجوبتين بس وبيبنوا عليها انه تسمت القديسة ريتا شفيعة الامور المستحيلة. مع العلم في غيرها امور كتير صارت مع القديسة ريتا نقال عنها شفيعة الامور المستحيلة كمان بناء على اللي صار معها. من هيدي الامور اخوتي القديسة ريتا بقي جسدها مثل ما هو كأنه بعدها عايشة من لما ماتت، هاي كمان امر مستحيل انه يبقى جسد الإنسان طبيعي من بعد الموت. من المستحيل أنه جسد الميت حتى لو بقي من بعد الموت أنه يبرم من ميل لميل. القديسة ريتا بعض الأحيان جسدها بيبرم من ميلة لميلة. الأمر كمان لما ماتت القديسة ريتا دقوا جراس لحالهم، جراس الدير صارت تدق، ركضوا الراهبات شوفوا ميتة وجراس عم تدق لحالها، وهيدا كمان أمر مستحيل. من الأمر كمان الرائع جدا، إحدى الأخوة الراهبات اللي بتحبها كتير لريتا لما ماتت قربت عم تحضنها وتبوس الوداع الأخير، إيدها كانت مشلولة بتصح إيدها، والشلل تبع إيدها كان من المستحيل إنه يصح. طيب هول كل الأمور جعلتها شفيعة الأمور المستحيلة. هلأ أنا بتفسير خاص بمحبة القديسة ريتا بدي أقول إنه هول كلهم اللي عم نحكيهم هن مستحيلين مزبوط، بس مش قد اللي عملته بحياتها، وهو انا شخصيا مش ما حد يقول منها جبت او شهادة تفسير مني خاص،
هو امر مستحيل اكثر من كل الامور اللي شفتها او اللي قلتها هلا. شوفوا لحد وين، امر مستحيل اكثر من كل اللي حكيتهم. وهو القديسه ريتا صالحت بين العيلتين اللي كان في بيناتهم دم واللي قتلوا جوزها، رح ومش بس هيك، خلت هول العيلتين اللي في بيناتهم دم والعصابتين الكبار والمجرمين انه يتصالحوا مع بعضهم. وهيدا امر مستحيل. ليش؟ لانه ريتا حننت قلوب المجرمين وطرت لهم قلبهم وشالت من قلبهم كل الشر، شالت من قلبهم كل الشر. وهيدا امر مستحيل يصير بشريا هالقد القلوب تتحنن كلياتها، قبيلتين مثل ما هن يتصالحوا مع بعضهم، عصابتين يتصالحوا مع بعضهم اللي في بيناتهم هالقد دم. هيدا امر مستحيل بشريا انه يصير هالقد تحنن القلوب. سامحت قاتل جوزها وراحت لعنده وشفيته وشفي من مرض، ونزلت صححت الناس وشفيتهم من عدة امراض. هيدا الامر المستحيل انه نحنن قلوب البشر وصيروا مؤمنين، وغيرت قلب جوزها وصار مؤمن. هيدا الامر المستحيل اللي القديسة ريتا تسمت على اساسه شفيعه الامور المستحيله اللي تحننت وصلحت قلوب البشر. مثل ما قلت لكم، هيدا الاخير اللي عم بقول عنه الامر المستحيل هو تفسير خاص مني، انما كمان اللي قلتهم كلهم امور مستحيله، انما انا بقول يا رب سامحنا بتواضع انه الامر المستحيل اللي انا شايفه بحياتها هو هولي اللي حننت لهم قلبهم. ريتا شفيعه الامور المستحيله غيرت قلوب البشر وردتهم للرب يسوع. هيدا امر عن جد كان مستحيل انه يصير. القديسه ريتا قوة ربنا يسوع المسيح شفيعه امنا مريم العذراء والقديسين ردتهم ورجعوا على الكنيسه ورجعوا للرب. سلام رب يسوع بقلوبكم، بركه القديسه ريتا معكم جميعا، امين.